زيزو انت قلت لي ايه ميكي زعل من نفسه؟ لا زيزو ما كانش زعل من نفسه، زيزو من الموجودين جدا في اللقاء. تعال نبص على شويه ارقام في اللقاء، تعال نروح لارقام زيزو وبعد كده هاجي لك لحاجه مهمه برضو عند محمد صلاح، بس نشوف زيزو الاول. دي بقى يعني انا قلت لك زيزو عمل ست مراوغات، هتقول لي طب لا ده زيزو هو الست مراوغات دول اكتر لاعب عمل مراوغات في منتخب مصر، منهم اربعه ناجحين، فده اكتر واحد رغم انه خرج في الدقيقه 77. أيوه. الراجل كان اكتر لاعب عامل مراوغات. أيوه. اكتف جدا. اكتف وبشكل ناجح. نيجي اللي بعديها الكرات العرضيه، هتلاقي زيزو اكتر لاعب ارسل كرات عرضيه سواء من لاعب مفتوح او من كرات ثابته. هات اللي بعديها على فكره المحاولات على المرمى. مين رقم واحد؟ طبعا هيبقى عمر مرموش. صحيح. في المحاولات الهجوميه المهاجم. الصوره اللي بعديها يا ريت بعد الكرات العرضيه، ده دي الباصز بتاع زيزو قبل ما نروح للمحاولات. ماشي. دي الباصز، الراجل عامل 44 باص منهم 36 صحيح، وطبعا عنده نسبه من التمريرات الخاطئه بسبب ايه؟ الكرات العرضيه اللي بيعملها. انت بتعمل كروس طبيعي ان ممكن الدفاع يشيلها. اه بالظبط. انما هو مثلا في الشورت باص عامل 34 باص ب 36، من اعلى نسب اللعيبه في منتخب مصر في التسليم والتسلب، ومن انشط اللاعبين. الكرات اللي بعديها السكرين اللي بعديها هتجيب لك المحاولات. أيوة. يعني الراجل بس مش كان يعني لو هتقيمه كلاعب 8 على المراوغات والتسليم والتسلم والكرات العرضيه، كمان خطورته على المرمى كانت 3 منهم 2 الجون انقذهم اللي هم. أيوة. سيفد. هو اكتر لاعب حول على المرمى في ضمن زمايله، يعني عمر مرموش عمل 6 محاولات منهم واحده بس اللي بين الثلاث خشبات سيفد اللي هي على الجون، فيهم 3 بلوك تم استضافتهم بالدفاع واثنين بره خارج المرمى. بس منهم واحده حلوه قوي المرموش غير السيفد، يعني فيهم واحده كانت جت في القايم. فانا بحسبها المرموش من ضمن الاثنين. يعني القايم انقذها والحارس انقذها. فنقول ان زيزو ومرموش اكتر اثنين حاولوا بين الثلاث خشبات. صحيح. تريزيجيه يمكن حاول واحده طبعا جون العالمي اللي جابه. اه بالظبط هي الجول. هو عمل محاولتين بره ومحاوله الجون وواحده بلوك. فده من ضمن برضو افضل اللاعبين، وهو تريزيجيه فعلا من افضل اللاعبين. صحيح. فانا قصدي ان زيزو موجود فيه اكتر المراوغات، اكتر الكرات العرضيه، احسن نسبه تمرير في المنتخب، واضيف لك عليها كمان محاولات، فهو عمل كل شيء في اللقاء بشكل ممتاز. ولكن برضه هرجع اقول لك قرار استبداله عادي جدا المدير الفني. أكيد. حقه جدا، لانه خلي بالك مش مغير في الدقيقه 45 مثلا، ده غير في الدقيقه 77.